حلقة جديدة من برنامج لفاف على شاشة العربي 2. أهلا بكم مشاهدينا وتحية لك منى. تحية لك رشيد وتحية لجميع المشاهدين. نواكب كالعادة مواضيع ثقافية وفنية وتتابعون في حلقة اليوم. 26 عرضا عربيا وأجنبيا في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. وفي ضفاف نقترب أكثر من مفهوم التجريب في المسرح. حضور لافت للعرب في مهرجان تورونتو السينمائي في دورته 49. ومخرجة جنوب أفريقية تفضح نتنياهو عبر فيلم وثائقي. مؤسسة نخيل عراقي محاولة جادة لتحويل الأنشطة الثقافية إلى نمط حياة في النسيج المجتمعي العراقي. إذن كانت هذه أبرز المواضيع، وبداية حلقتنا ستكون مع مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. ابقوا معنا. إذن يسدى الستار هذه الليلة على الدورة 31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. نعم رشيد، يعني هذا الحدث المسرحي يعد أحد أقدم المهرجانات الدولية التي تمنح المشاركة فيها فرص تقديم عروض مسرحية تجريبية، وذلك من كل دول العالم. على كل حال، المهرجان استمر 10 أيام بمشاركة 26 عرضا عربيا وأجنبيا. المهرجان يهدف إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات المسرحية. نعم هذا رشيد، يعني إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية. فعاليات المهرجان تضمنت مجموعة من الندوات والجلسات الفكرية. كاميرا ضفاف كانت حاضرة، دعونا نشاهد هذا التقرير معا. طبعا الدورة السنة دي أنا بشوف إن هي دورة مميزة. السنة دي إحنا عندنا 26 عرض، 10 عروض أجنبية من دول أوروبية ومن القارات المختلفة، وعشر عروض بتمثل الدول العربية، وثلاث عروض مصرية، وثلاث عروض أخرى على هامش المهرجان. فالمجموع كله 26 عرض، وأنا شايف أن ده عدد كويس برضو، ودي برضو من مستحدثات أو حاجة جديدة، لأن الفترة اللي فاتت كان المهرجان عدد عروضه قليل. هذه أول زيارة لي للقاهرة، فشكرا من القلب لمهرجان المسرح التجريبي ولكل القائمين عليه ولكل أبطال هذا المهرجان الساهرين عليه. أتيت إلى هنا لهذا المهرجان للمشاركة بورقتين نقديتين، الأولى متعلقة بالمحور الفكري لهذا المهرجان والذي يحمل عنوانا هو كالتالي: المسرح وصراع المركزيات. ثم الثانية حملت عنوان أو بالأحرى هي متعلقة هذه الندوة بتكريمات الذين رحلوا عنا من المسرحيين. درج المهرجان بخطوة جديدة مهمة جدا، ألا وهو يعني استذكار رائع لكل الفنانين العرب ممن رحلوا، سواء كانوا في مصر أو في البلدان العربية. وأعتقد أنها خطوة مباركة جدا، أننا من خلال المهرجان نحيي الذين رحلوا عن عالمنا ممن كانوا علامات أيضا مضيئة في بلدانهم. تشرفت اليوم بالحديث عن الفنانة الراحلة وإعادة اعتبار لتجربتها ومسيرتها الفنانة الكبيرة التونسية رجاء بن عمار. الفنانة الراحلة التونسية رجاء بن عمار لمن لا يعرفها هي فنانة ممثلة راقصة، ابتدأت من ستينات القرن الماضي مع جيل كبير من المسرحيين التونسيين، وقد كانت لها بصمة في تأسيس للمسرح، في التكوين، في الاشتغال مع الممثلين وغير الممثلين على حد السواء. إذ اشتغلت على مسرح الإدماج، اشتغلت مع عاطلين عن العمل، كان لها مشروع ريحانة كذلك في أرياف تونس.
وبالفعل في مصر يعني عدة مهرجانات، ممكن لما تيجي تديهم تلاقي 7 مهرجانات دولية، لكن بيظل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو الحاضنة الأهم لكل فناني الدول العربية. إذن كما ذكرنا شهد المهرجان مشاركة 26 عرضا، ونتعرف الآن مع رشيد على العروض العربية التي شاركت في هذا المهرجان. منى، هي 10 عروض عمليا، 10 عروض عربية مسرحية تتنافس بشكل رسمي. طبعا هناك عروض عربية أخرى على الهامش، لكن سنتعرف الآن على العروض الرسمية العربية المشاركة، وهي بوتوكس من الأردن، دراماتورجية وإخراج أسماء مصطفى، وهي توليفة عمليا عن نصين، نص صدى للفنان عبد المنعم عمايري ونص هوى شرقي للفنانة أسماء مصطفى، وأسماء مصطفى تمثل بالإضافة إلى هشام سويدا. نذهب إلى عرض آخر وهو شجرة اللبان أو موشكا من سلطنة عمان. نص المسرحية مقتبس من رواية موشكا للكاتب محمد الشحري، وقد صاغ النص المسرحي الكاتب نعيم فتح، وأخرج العمل وتولى فنون السينوغرافيا فيه المخرج يوسف البلوشي. العرض الثالث هو عرض تاء التأنيث ليست ساكنة، وهو عرض من العراق. العرض فكرة وإخراج مروى ممدوح الأطرش والكيريوغرافيا لمها الأطرش. العرض يناقش مواضيع تتعلق بزواج القاصرات والطلاق والتحرش. العرض الرابع الباتروس من تونس، وهو عرض من إخراج الشاذلي العرفاوي وأداء كل من فاطمة بن سعيدان وعبد القادر بن سعيد. مسرحية تطرح موضوع الهجرة غير النظامية لكن برؤية جديدة مختلفة. العرض الخامس هو فطائر التفاح. فطائر التفاح عرض من المغرب من إخراج عبد الجبار خمران وتأليف الكاتب السوداني أمجد أبو العلا، وسينوغرافيا يوسف العرقوبي وكيريوغرافيا توفيق إزديو. أما الممثلون فهم رجاء خرماز وزينب الناجم ونون الدين سعدا وزكريا حدوشي. العرض السادس هو صمت، هو عرض كويتي، وهي مسرحية من إخراج تيمان البسام تتناول كارثة انفجار مرفأ بيروت. مسرحية أخرى من تونس وهي قرط، كتابة وإخراج محمد البوسعيدي وأداء عبد السلام مجدوب، هاجر الحاج قاسم، خليل بن حريز، أماني بن فرج، وأمان الله للرياحي. نذهب إلى العرض الثامن، عرض الظل الأخير، عرض من السعودية للكاتب السعودي فهد رد الحارثي، وهو من إخراج خالد الرويعي. العرض التاسع من العروض العربية المشاركة في المهرجان معتقلة، وهو عرض فلسطيني. المسرحية أنجزت في مدينة نابلس، وهي من إنتاج مسرح رسائل وتمثيل وإخراج معتصم أبو الحسن ونص وتمثيل شذا ياسين. العرض العاشر والأخير مسرحية زغروتة من الإمارات. هذا العرض من تأليف علي جمال وسينيغرافيا وإخراج عبد الرحمن الملا عمليا. يعني منى كما رأيت هي 10 عروض، وهذه عمليا 10 عروض هي مشاركة في المسابقة الرسمية، لكن نعم. هناك 3 عروض أخرى على هامش المسابقة الرسمية. نعم، يعني رشيد نحن يعني على كل حال لن ندخل في تفاصيل هذه العروض، بل سنحاول أن يعني نقترب أكثر من مفهوم المسرح التجريبي وما دفع ولا يزال يدفع المسرحيين إلى البحث عن طرق جديدة مشاهدينا للتعبير الأدائي والدرامي على خشبة المسرح. على كل حال موضوع المسرح التجريبي إشكالي، هناك من يصف المسرح التجريبي بأنه يقف على النقيض من المسرح التقليدي أو الأرسطي، وهذا ما أكده المسرحي الألماني بيرتولد بريخت أو بريشت كما يقال في الألمانية، الذي رأى أن كل مسرح بعيد عن رؤية أرسطو هو مسرح تجريبي. سنغوص الآن قليلا في عالم المسرح مع الأكاديمي والمسرحي الدكتور عجاج سليم الذي ينضم إلينا من القاهرة. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. يعني بداية، هل تتفق مع بريخت
في تعريف المسرح التجريبي، وكيف يمكن التفريق بين المسرح التقليدي والمسرح التجريبي؟ مساء الخير، تحيات ست منى وتحيات الأخ رشيد. المشكلة مش اتفق مع بريخت أو اختلف معه، هو أدى يعني أبدى وجهة نظر بالمسرح الأرسطي، و يعني قدم تعريف يعني يمكن بلغة الفن شوي يعني هيك صعب، ممكن بالعلم يعني تعملي تعريف مانع قاطع، أما أنه كل شيء مختلف مع المسرح الأرسطي هو تجريب، يعني هذا المصطلح مثل ما قال الأستاذ رشيد بأنه اللي بيختلف معه للأرسطي فهو تجريب. أنا باعتقادي أنه أي عمل مسرحي في إبداع فهو تجريب. المشكلة اللي كانت موجودة يمكن ودعت يعني أولا مهرجان القاهرة التجريبي سنة 31 باتجاه فتح نوافذ وإطلاق صفة التجريب من أجل إفساح المجال وتحريك الساكن ودعوة المخرجين والممثلين للخروج قليلا يعني خارج الصندوق، باعتبار نحن صار في قواعد يعني خلينا نقول نمطية جامدة أنه المسرح أخذ شكل تقليدي، وهو اللي رفضه من بداية اللي انكتب المنهج يعني من نهاية القرن التاسع عشر القرن العشرين، اللي حتى دعا المعلم الكبير الروسي قسطنطين ستانيسلافسكي يعني بداية كتابة المنهج اللي هو منهج الآن يعني يعتبر المنهج الأكمل في العالم مع وجود مناهج عديدة. كان اعتراضه على دخول النجم، تصوري هذا الكلام ببداية القرن العشرين يعني قبل 125 أو 130 سنة، كان اعتراضه أنه النجم المجموعة تبدأ بالعمل بالمسرحية، يدخل النجم يقتحم الصفوف نحو المقدمة بمواجهة الجمهور يحيي ثم يعود إلى الخلف ليبدأ دوره. اعتبر هذا كارثة باعتبار أي ممثل يدخل إلى خشبة المسرح هو الآن بيرسوناج، هو شخصية، بالتالي عليه أن يعيش يعني عناصر شخصيته كل مفرداته كل معطياته. يعني دكتور مفهوم ربما ما كان سعى إليه ستانيسلافسكي عمليا، لكن حديثنا طبعًا عن التجريب هنا لا هو كان تجريب، نعم هو تجريب، كان تجريب هو ثم تم تثبيته كمنظومة عمليا ومنهجية، لكن التجريب ما بعد ستانيسلافسكي منهجية هنا، هل يتعلق بشكل بعد ستانيسلافسكي المسرحي أو يتعلق يعني من ناحية خشبة المسرح السينوغرافيا، أم أن المسألة فقط مرتبطة بتكنيكات الأداء التمثيلي، حضور فنون أدائية أخرى على خشبة المسرح كالرقص التعبيري، فنون الأكروبات، وحتى أحيانا السيرك؟ يعني تتعلق بكافة عناصر العرض المسرحي. الآن البحث عن أماكن بديلة للعرض، ماير خولد اللي هو من يعني كان بنفس المدرسة كسر يعني الجدار الرابع، يقال انه بريخت هو اللي كسر الجدار الرابع باتجاه الجمهور، لا ماير خولد قبل. بعد ماير خولد اهم يعني خليني اقول المعلمين المخرجين فختانغاف تايورف زخافة، عم بحكي عن المدرسه الروسيه، كسروا هذا الحاجز، وهذا الكسر صار وانتقل باتجاه كل اوروبا. كافه العناصر بقصد انه دائما خارج العلبه الايطاليه، العلبه الايطاليه الى حد كبير ساهمت بانه حافظ على هذا الشكل. هذا ممكن بالأوبرا، حتى الأوبرا الآن تخرج إلى الساحات والحدائق، إلا طبعا في مسألة أساسية، طبعا ديكور اختلف، الآن كان بيتر بروك أو جان فيلار أو غيرهم بعده يعني فتحوا خلينا نقول مساحة كبيرة، الفضاء الأتموسفير، باتجاه أنه ممكن أنت تقدم العرض في أي مكان. الموسوعة البريطانية بتعرف المسرح هو ممثل وجمهور، بمعنى أين أو أن تواجد ممثل وفي جمهور صار في مسرح. هذا الشكل القالب النمط التقليدي وقوف عند الخمسينات والستينات بتعريف المسرح بتصور هي أحد أسباب يعني أو أهم أسباب أزمة المسرح العربي. طيب الآن الانطلاق باتجاه تجارب نعم
نعم يعني خلال المهرجان أدرت ورشة متخصصة في إعداد الممثل ضمن منهجية ميخائيل تشيخوف. تشيخوف كما يعني باللغة الروسية الذي يركز على تقنيات لغة الجسد. سؤالي، هل يمكن لجسد الممثل أن يكون بديلا تعبيريا عن اللغة أو عن الكلام؟ يعني خليني أقول مسألة يمكن الآن تكون غريبة. كان في اختلاف، رغم أنه هو تلميذ ستانيسلافسكي 16 سنة وممثل معه مخرج، لكن هو بفترة اعترض على أهم عناصر منهج ستانيسلافسكي اللي هي بسميها الذاكرة الانفعالية، بمعنى أن الممثل يعود ويعيش من جديد مشاعر عاشها سابقا، واعتبر هذا الشيء أنه ممكن يؤذي الممثل. خطير. هو راح باتجاه الخيال أكثر. هو قد هو راح باتجاه الخيال قد وأبدا كان دائما يقول أنا لست هاملت، أنا لست قيصر، أنا ممثل أقوم بدور قيصر أو بدور هاملت. بالنسبة لمسألة الجسد، لا يعني لميخائيل تشيخوف له عبارة كتير مهمة، على الممثل أن لا يسمح للجسد باغتصاب الروح. هو دائما بيقول أنا طريقتي هي الوصول عن طريق الوعي إلى اللاوعي، عن طريق الحواس إلى المشاعر. المشاعر لا تطفو فوق سطح الروح، لكن علينا أن نستهويها حتى تخرج. والجسد ينبغي ويجب أن يعد بكامل لياقة والصوت، ويكون دائما جاهز لكل شيء بداخل الممثل، كل شيء الروح يعني تشعر فيه الروح بتقوده، فهو دائما ليحرر الروح لحتى تقود العملية الإبداعية عند الممثل. ربما هذا يقود دكتور عجاج لسؤال يتعلق بالجسد وليس غاية. كوننا نتحدث عن الجسد، يعني إذا كان التجريب في المسرح يرتكز بصورة رئيسية على نوع من الحرية في التعامل مع الجسد، كيف ينجح التجريب عربيا؟ يعني حيث ثقافة التعامل مع الجسد يعني اعذرني لكنها لا تشبه ثقافة الغرب. صحيح، يعني خلال سنوات طويلة من تدريس مقرر التمثيل كان يكون عندنا مشكلة، خاصة مع يعني مع الشباب أولا والأكثر مع الصبايا اللي بيدرسوا تمثيل، بطريقة جلوسهم، طريقة حركتهم. من أجل ذلك يعني موضوع في المناهج دائما مقرر الحركة، مقرر البلاستيكا، مقرر الرقص، الميم يعني البانتومايم على الأقل، لحتى هذا الموروث الاجتماعي، هذا الكبت الغير يعني غير ظاهر للعيان داخل الروح العربية. هذا سؤال كتير يعني كل أسئلة جميلة، لكن هذا سؤال كتير مهم، باعتبار أي فعل يقوم فيه الإنسان عليه أن يكون يعني هو من داخل روحه، لكن الجسد عليه أن يلبي هذا الإحساس اللي أو المشاعر اللي خلقت داخل الممثل. طيب دكتور، بالحديث عن المسرح التجريبي العربي بعد مرور أكثر من 30 عاما على انطلاق مهرجان عربي متخصص في المسرح التجريبي، هل يمكن الحديث اليوم عن تبلور هوية عربية مسرحية؟ أم أن التجربة يعني التجريبية العربية لا تزال تبحث عن ذاتها؟ وباختصار لو سمحت. سؤال في مكانه. اختصار شديد، نحن قضينا سنوات طويلة وعم تحاول كل الندوات بالستينات والسبعينات يعني تعمل شيء اسمه تأصيل المسرح العربي. المسرح فن وافد لنا من قبل شيء 150-170 سنة، مو عيب أبدا أنه ما كان عندنا مسرح سابقا، كان عندنا الظواهر المسرحية. بالتالي التجريب طالما هو مرافق وصنو الإبداع فهو الآن يعني تصور حاضر بقوة، باعتبار في كثير من المعوقات وكثير من المشاكل، منها الأزمات ومنها مساحات الحرية ومنها أنواع النصوص، منها حتى يعني المعوقات خليني أقول الاجتماعية الموروثة على الجسد أو على الفكر أو على كيفية يعني تلقي الجمهور العربي للمسرح. بالتالي التجريب باعتباره هو يعني صفة أو الإبداع دائما يحتاج التجريب، نحن بحاجة للتجريب. والآن عم نشوف تجارب على مستوى الشمال، يعني خليني أقول المغرب العربي يعني كله، كما يقولون دكتور عجاج المسرح في حركة دائمة، والتجريب ما يحدث من تجريب اليوم سيكون تقليدي غدا، ونحتاج إلى تجريب جديد آخر. شكرا جزيلا لك دكتور عجاج سليم الأكاديمي والمسرحي على هذه الإضاءة، كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا دكتور، يعني بادي الحنين من عينيك.
عندما تتحدث للمسرح؟ عن المسرح رشيد. أعطيني مسرحا وخبزا. مشاهدينا نتوقف لفاصل قصير، نعود بعده لمتابعة ما تبقى من فقرات برنامج ضفاف، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. تتواصل في مدينة تورونتو في كندا فعاليات المهرجان السينمائي الدولي حتى 15 من سبتمبر الحالي. هذه هي الدورة 49، حيث تشهد عرض أكثر من 270 فيلما تتنوع من الكوميديا والرعب والوثائقية. نعم، المهرجان افتتح بفيلم الدراما الكوميدية نات كراكرز للمخرج ديفيد جوردن جرين، بينما سيختتم بفيلم المخرجة رابل ويلسون ذا دب. الملفت أيضا منى أن المهرجان يشهد العرض الأول لأكثر من 40 فيلما، وكذلك حضور 30 فيلم أمريكي وحضور عربي لافت هذه المرة. على كل حال، هذه هي العناوين البارزة في تورونتو 49. دعونا نتعرف أكثر من خلال هذا التقرير. على مدار 10 أيام كاملة يجتمع نجوم هوليوود من الصف الأول في تورونتو من أجل أكبر مهرجان سينمائي في أمريكا الشمالية. هذا العام يشهد عودة قوية للحدث السينمائي في دورته 49. كيف لا، والمهرجان يسجل حضور كيت بلانشيت، أنجلينا جولي وإيمي آدامز المكرمين في هذه الدورة. على ذكر أنجلينا جولي، فقد عرض فيلمها Without Blood بدون دماء للمرة الأولى، وهو الفيلم الخامس لأنجلينا جولي المخرجة، فيلم قيل عنه الكثير سلبا رغم اجتهاد بطلته سلمى حايك. الموسيقى حاضرة وبقوة في تورونتو، أندريا بوتشيلي وروبي ويليامز وبول أنكا في عروض الأفلام الجديدة التي تتناول حيواتهم الشخصية والمهنية. أما عربيا فتتواجد مجموعة من الأفلام، أبرزها الصف الأول للمخرج الجزائري مرزاق علواش، الفيلم الوثائقي سوداني غالي، وعايشة لمهدي برصاوي، البلاد ما ترحم حد، دراما 1882 للمخرج المصري وائل شوقي. وفي المشاركة العربية في تورونتو في المهرجان السينمائي يبرز الفيلم التونسي عايشة للمخرج مهدي البرصاوي. هذا الفيلم بالمناسبة كان قد عرض في مهرجان البندقية بحضور كامل فريق العمل ونال إعجاب الجمهور، حيث صفق له الحضور لأكثر من ربع ساعة. وتوج أيضا بجائزة أفضل فيلم متوسطي. يعني على كل فيلم عايشة يضم فريقا تونسيا من بينهم فاطمة صفر، نضال السعدي، ياسمين ديماسي وأيضا هالة عياد. أحداث الفيلم تدور حول آية التي تجد نفسها محاصرة في حياة مملة وتحت وطأة ضغوط مادية عائلية في مدينة توزر جنوب تونس، وبعد أن تصبح الناجية الوحيدة من حادث تقرر أن تختفي لتعيش حياة جديدة في تونس العاصمة. خرجت قلت نجرب حظي في تونس. ومن تونس نرحب بضيفنا المخرج مهدي البرصاوي، مخرج فيلم عايشة، المتوج في البندقية والمشارك حاليا في تورونتو. أهلا بك معنا. يعني بداية مبروك التتويج بجائزة أحسن فيلم متوسط في البندقية، وهي ثاني جائزة تحصدها في المهرجان العريق، يعني بعد حصولك على جائزة عن مشاركتك السابقة في عام 2019. حدثنا عن هذه المشاركة في هذا المهرجان وعن ردود الأفعال بعد العرض العالمي الأول. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. الحق فرحان برشا بردود الأفعال متاع الفيلم في مهرجان البندقية اللي هو من أهم المهرجانات العالمية، وهذا كان لي
حظ كبير ياسر وشرف، خاصة باش نعرض الفيلم عايشة اللي هو في المويه الروائي الطويل الثاني في المسابقة الرسمية. الحق فرحانين برشا بردود الأفعال، وخاصة فرحانين كيفاش الفيلم شافوه العديد من الجنسيات والعديد من الصحفيين، وهذا الحق بالحق شرف كبير كبير جدا. يعني مع السلامة سي مهدي ومبارك الفوز. ملفت أنك تنطلق من قصة شخصية ثم تطرح واقع حياة اجتماعية وحتى ربما سياسية. سؤالي، ما الملهم في القصص الشخصية؟ وهل الفكرة الأساسية التي تشغل بالك عمليا تتناول دوما هموم كبيرة؟ والله هو الفكرة كيف جات فكرة الفيلم عايشة، اللي هو عام 2019 سمعت شفت في التلفزة قضية أثارت الجدل يعني في تونس، خاطر فما شابة في العشرينات من العمر قررت باش تعمل روحها ميتة، ومن بعد ما منعت من حادثة وقالت لصاحبتها كانت تنجم تكلم والديها باش تقول لهم اللي هي توفيت. يعني هي معناتها أثارت الجدل، خاطر كيفاش يعني تنجم تعمل حاجة هكا لوالديك اللي هما من أهم حاجة عند الناس. وهذيك كانت يمكن الستارتينج بوينت نتاع الفكرة نتاع الفيلم. هي في الحياة معناتها في الواقع كي صارت الطفله، يعني هذايا كان معناتها انا كنت سورس دانسبيراسيون، يعني كان هذاك من بعد الفيلم كله من الخيال، وبنيت شخصيه وحبيت نحاول نفهم علاش في تونس نحن توا في عام 2024 لازمنا نموتوا باش نجموا نعيشوا. يعني هذاك علاش يمكن اسم الفيلم عايشه، يحكي على تونس ويحكي على القضيه، يحكي حتى على المرأة التونسية اليوم في 2024، وخاصة يحكي عن المؤسسات في تونس 14-13 سنة من بعد الثورة. نعم، يعني مهدي، إذا شخصية آية مستلهمة من قصة فتاة بالعشرين من عمرها، وهي الشخصية التي تؤديها فاطمة صفار، هل قصدت التركيز على هذا الجيل ومعاناة من يدعون الموت ليعيشوا حياة أفضل أو حياة جديدة؟ والله الحق يعني الفكرة جات لي أنا ومش العكس، يعني مش أنا قررت اللي نحب نخدم على جيل جديد من الممثلين، ولا نحب نحكي معناتها مشاكل ولا معاناة الجيل الجديد في تونس. هي القصة شوية نوعا ما فرضت روحها، فرضت نفسها، خاطر من الأول ما كنتش الحق باش نكون صريح، من الأول ما كانتش الفكرة اللي نعمل منها فيلم. وقت سمعت القصة هذه اللي أثرت الجدل في تونس سمعتها يعني وتعديت. ومن بعد أشهر زوجتي قالت لي اللي نحن باش تكون عندنا باش تتزاد لنا بنية صغيرة هذيك عليه. ويمكن من وقتها صار نوع من الديكليك صار، ومن وقتها طرحت لنفسي سؤال، وكان نهار اخر انا توا باش تولي عندي طفله، كان نهار اخر الطفله هذه تعمل لي نفس الحاجه اللي عملتها الفتاه هذه لامها وابوها. ومن غاديك كانت انطلقت يمكن الفكره في مخي، ومن وقتها بديت نتخيل في الشخصيه هذه اللي هي تعيش في الجنوب التونسي، واللي هي تعيش حياه شويه مقلقه وحياه خاصه بسيطه، واللي هي عندها العديد من الاحلام اما ما تنجمش تحققهم. ومن هكاك انطلق المشوار يعني. مهدي، على ما يبدو ان هناك يعني خيط يربط عايشه بفيلمك السابق بيك نعيش، وهو ربما هذا الخيط هو تونس العميقة وقضايا المجتمع التونسي وما تعانيه فئات عديدة. هل وربما أنت جئت على ذلك أن الواقع التونسي هو الذي يفرض على مهدي البرصاوي اتجاهات عمله السينمائي؟ ترى ما الذي يحب مهدي البرصاوي أن يفرضه أو أن يقدمه للواقع التونسي إن صح التعبير؟ الحق ما نحبش نفرض حتى حاجة، أما نحب نحكي حكايات. يعني يظل من أهم حاجة اللي صارت من بعد 2011 ومن بعد الثورة اللي عاشتها تونس والعديد من البلدان العربية، اللي يظل ولينا نحب نحكي على قضايا
قضايا أكثر يمكن اجتماعية، قضايا أكثر إنسانية، وقضايا خاصة تحكي على الواقع متاع بلادنا. يمكن الهدف هو لنحاول نفهم المجتمع متاعنا أكثر ونطرح أسئلة للتوانسة اللي تخلينا نجم يعني تحل، نجم نطرح قضايا اللي نجم نحكيه فيهم في معناتها نحكيه فيهم في المجتمع. وهذا يظهر لي ما بين بيك نعيش وتو وعايشة، يظهر لي فما العيش فما الحياة. خاطر بيك نعيش يحكي على الطفل الصغير اللي هو على قيد معناتها اللي هو من لحظة إلى أخرى نجم يموت، ويحكي وعايشة اللي يحكي على الطفلة هذه، على الفتاة هذه آية ثم تولي أميرة ثم تولي عايشة، كيفاش تتعدى من عديد المراحل باش تفهم نفسها. يمكن تونس هو يعني لليان اللي هو ما بين الزوز أفكار، هي تونس وهي القضايا، وهي القضايا اللي يطرحوها زوز أفلام. خاصة يمكن باش نحاول نفهم أكثر المجتمع اللي أنا عايش فيه. نعم. طيب مهدي، يعني في الختام، السينما التونسية دائمة الحضور في المهرجانات، ما هي وجهة نظرك في الحضور التونسي في المهرجانات، وبما تصف تطور السينما التونسية؟ والله صحيح، خاطر السينما التونسية قاعدة تعيش في ديناميكية مهمة، وبرشا من الأول برشا ناس قالوا اللي الديناميكية هذه ماهيش باش تدوم على طول الوقت، أما توا قاعدين نشوفوا اللي عندها توا قريب 10 سنوات عن أفلام تونسية في أبرز وأهم مهرجانات العالمية، وخاصة اللي نحاولوا اللي نشوفوا فيه اللي فما رجوع إلى قاعات السينما خاصة في تونس، ما نعرفش في العالم العربي، أما في تونس فما رجوع إلى قاعات السينما، والأفلام التونسية مع ولات نجم حتى تنافس البلوك بوسترز معناتها الأمريكان ولا البلوك بوسترز اللي جايين من أوروبا، وهذا يعني حاجة مفرحة برشا، تفرح برشا، خاطر تخلي فما ولات فما يعني علاقة جديدة ما بين التونسي وأفلامه والقاعات السينما. نعم. يمكن كيفاش نفسرها ما نعرفش كيفاش نفسرها، ما كما كنت نقول قبيلة، يظهر لي السينما التونسية توا يمكن أقرب من الجمهور، خاطر أقرب من القضايا ومن المشاكل اللي يعيشهم المجتمع التونسي، ويمكن هذاك علاش خليت العبيد معناتها تعرف كيفاش نقول، العبيد ولات ترى في نفسها في المشاكل، والشخصيات ما عادش شخصيات من الإليت التونسية ولا من الشخصيات يعني عادية تخلي التونسي ينجم يعقل روحه فيها. يعني ربما هذا يذكرني، هذه كلها التداعيات ب أحد العروض التونسية المسرحية، يقول الممثل على الخشبة ما نحبش نموت ما نحبش نموت. هل هذه الثيمة، فكرة نريد أن نحيا ونريد أن نحيا بنوع من العدالة، ويعني هي هاجس ليس فقط السينمائيين بل المثقفين في تونس بشكل عام؟ هل تعتقد أن هناك ثيمة مشتركة اليوم لدى التوانسة تتعلق بهذه الفكرة، فكرة العيش؟ أكيد أكيد، خاطر نحن من عام 2011 نحن نطلب فيها اللي هو معناتها نطلب في حياة عادلة وحياة وكرامة، ويظهر لي من حقنا، وبعد ما اللي صار وبعد ما حققناه من حقنا باش نعيشوا حياة كاملة. يعني ما نعرفش كيفاش نقولها بالعربية، أما فما نحن حاجة قاعدين حتى في تونس قاعدين نخموا فيها اللي نحن نحبوا نعيشوا، to live not to survive، يعني هي يظهر لي الحاجة المهمة من عام 2011 توا نحن نحب نعيشه، يعني بالحق نحب نعيشه، ونحب نعيشه حياة عادلة وبالكرامة وبالعدالة، وهذا يعني من أهم الحاجات. نعم. حتى يمكن نجم نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا كما نعم يقولون. شكرا شكرا جزيلا شكرا المخرج التونسي مهدي البرصاوي، شكرا على هذه المشاركة. شكرا شكرا مهدي. سنبقى على كل حال بمهرجان تورونتو وتفاصيل هذا المهرجان. بالمناسبة شهد منذ يوم الافتتاح احتجاجات تطالب بوقف حرب الإبادة على غزة. بالإضافة إلى هذا رشيد، فقد سبق عرض الفيلم الوثائقي The Bibi Files يعني أثار جدل واسع
جدا ومحاولات من رئيس الوزراء الإسرائيلي لحظر العمل ومنع عرضه. الفيلم احتوى طبعا، أنتج هذا الفيلم أليكس جيني وأخرجته الجنوب أفريقية أليكسيس بلوم، احتوى على مقاطع تعرض لأول مرة من استجواب نتنياهو من قبل الشرطة الإسرائيلية في قضايا فساد. وأظهرت اللقطات التي سربت إلى منتج الفيلم في أواخر العام الماضي نتنياهو وهو يتشاجر مع المحققين، يعني منكرا قبوله هدايا من مناصرين أثرياء. وكذلك يعني وثقت لقطات أخرى استجواب الشرطة لزوجة نتنياهو وابنه الأكبر. جولة من تورونتو. على كل حال مشاهدينا نتوقف لفاصل قصير، نعود بعده لمتابعة ما تبقى من فقرات برنامج لفاصل، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي نزور فيها أسبوعيا مؤسسات ثقافية، بعضها يمثل جواهر معمارية ومعالم تاريخية، نصورها لكم بعيننا الثالثة ونحكي الحكاية. اليوم نزور المكتبة الوطنية في العاصمة التركية أنقرة، وهي مكتبة تسخر بملايين الكتب والمؤلفات وتعد ذاكرة ثقافية جماعية تحرص على حق الأجيال كلها في الاطلاع عليها والاستفادة منها. تعد المكتبة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة التركية أكبر مكتبة أرشيفية في البلاد، ولا تكتفي بتقديم الخدمات المكتبية فقط، بل تتصدر المشهد الثقافي من خلال فعاليات النشر وحماية ترميم الآثار الثقافية وتحويلها إلى مؤلفات رقمية متاحة على شبكة الإنترنت. نتابع. تأسست المكتبة كمكتب أولا عام 1946، ثم انطلق العمل عام 1950 مع صدور قانون التأسيس، ومنذ 1983 ونحن مستمرون في تقديم خدماتنا في هذا المبنى الذي يقع في مساحة داخلية تزيد عن 40,000 متر مربع، حيث أن المكتبة الوطنية هي ذاكرتنا في تركيا الوطنية. تقع المكتبة وسط أنقرة، ومن السهل جدا الوصول إليها بوسائل النقل المختلفة، ولقد وصلنا إلى ما يقرب 2,500,000 مستخدم في العام الماضي. 1,730,000 يوجد حوالي 1,730,000 كتابا في مكتبتنا، وحوالي 300,000 مجلد و55 دورية مختلفة، وأكثر من 210,000 مادة غير كتابية، من البطاقات البريدية إلى الملصقات السينمائية، من اللوحات الحجرية إلى النقوش والتصوير. نحن نقوم بترميم العديد من أعمالنا النادرة التي أصابها بعض التلف، ولدينا قسم خاص للترميم في مختبرنا. هناك محتوى ثري جدا من المواد الرقمية في مكتبتنا الوطنية، قمنا برقمنة أكثر من 20,000,000 صورة حتى الآن، لذلك نحاول الحفاظ على هذه الأعمال ونقلها إلى المستقبل وتقديمها لمستخدمينا بسرعة أكبر في صيغة رقمية.
أكثر من 50,000 كتاب إلكتروني في متناول مستخدمين حالياً. بالإضافة إلى ذلك، فإن المكتبة عضو في 22 قاعدة من أهم قواعد البيانات العالمية التي تحتوي على 100,000 كتاب إلكتروني ودوريات في صيغ رقمية. نتابع مشاهدينا والآن جولة ثقافية في عواصم ومدن عربية، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا وإلى جولتنا الثقافية، ونبدأها من باكستان وتحديدا من مدينة روالبندي. روالبندي هذه المدينة شوارعها عمليا مليئة بالأكشاك، هذه الأكشاك يمكن اكتشاف الكنوز، كنوز من الكتب. حلو، يعني على كل إن الكتاب له حضور خاص لدى أهل هذه المدينة. نتابع. أنا هنا أبيع الكتب منذ 25 عاما. يعود تاريخ هذا السوق إلى أواخر السبعينيات، حيث يصل عمر بعض الكتب إلى عام 1917. بعض الكتب الموجودة هنا قديمة جدا، ومنها ما يصل عمرها إلى مئات السنين. مهما تقدمت الدول على باكستان في التكنولوجيا، تبقى الكتب هي الأساس، وتباع في لندن وتايمز سكوير وتورنتو وشوارع نيويورك وعموم أوروبا. الكتب التي أجدها هنا على هذه الأكشاك لا أجدها في أي مكان آخر. على سبيل المثال، أجد الكتب النادرة والقديمة التي لا أجدها في المكتبات العامة. الكثير من الكتب الجديدة أجدها من خلال مطالعتي للكتب القديمة. على سبيل المثال، الكتاب الذي أحمله بيدي من الصعب أن تجد مثله في أي مكتبة في باكستان. هذه فرصة جيدة لشراء الكتب، حيث أن الكتب هنا أرخص من المكتبات، وسعرها على هذه الأكشاك بنصف سعر الكتب في المكتبات العامة. بسبب ارتفاع الأسعار في هذه الفترة، نجد الكتب المطلوبة لأطفالنا بسهولة هنا. أذكر أن طلاب الجامعة في باكستان عندما كانوا يشرعون في كتابة بعض الأبحاث والتقارير في مجالاتهم الأدبية، كانوا يبحثون مع إدارة الجامعات ومعاهدهم عن الكتب القديمة في أكشاك بيع الكتب، ويشترونها لأن الكتب القديمة أرخص ثمناً من الكتب الجديدة. لهذا نجد الطلاب دائماً يلجؤون إلى الأكشاك على الطرقات ليجدوا أسعاراً مناسبة، ويعثرون على كتبهم المنشودة. ومن كتب فضاءات روالبندي المفتوحة، نذهب إلى الفن التشكيلي في المساحات العامة، ولكن في المغرب وتحديدا في الرباط، حيث يعرض تشكيليون لوحاتهم في فضاء حولوه إلى قرية يتوافد إليها عشاق الفن. بالفعل تحتاج المدينة إلى هذا المتنفس الثقافي، مثلما تحتاج أو يحتاج الناس للحدائق وأكسجين هذه الحدائق. دعونا نشاهد. نتواجد هنا في فضاء على الرباطي التابع لجمعية رباط الفتح. دونك هنا كاين 12 الورشة
اللي موجودة للساكنة الرباط طبعا، والزوار اللي كيجيو من كل المدن أو خارج الوطن. الهدف من هذه الورشات هو أولا تعليمي بالدرجة الأولى، احنا مجبرين أن نعلموا الأطفال أو حتى الكبار في السن اللي عندهم رغبة يتعلموا الفن التشكيلي والقواعد ديالو، وفي نفس الوقت هو فضاء للبيع. اننا كبار دازو في هذا الفضاء اللي يعني الساحة الفنية يعني تعترف لهم بالاعمال اللي قدموه ومعروفين على الصعيد الدولي. وانا يعني كان من ضمن دوك الفنانين يعني اللي ما نقولش كبير، لان الفنان المعمر كيكون كبير كيبقى كيبقى فنان حتى كيموت، يعني سان ديما كيبحث في الفن وكيبقى يجتهد وكيبقى يحاول يطور دوك الاساليب ديالو. كنتواجدوا الان في الفضاء ديال محمد بن علي الرباطي اللي فيه مجموعه من الفنانين نساء ورجال. هذا الفضاء تيكون محلول مفتوح على طول السنه، يعني فيه كنعرضوا لوحات ديالنا، مثلا كنعالج القضيه الفلسطينيه، كنعالج القضيه ديال الناس المتخلى عنهم، الاطفال، عندي بزاف ديال المواضيع اللي كنطرق لهم. للنخيل في العراق رمزية ودلالات عميقة في الوجدان الشعبي، ومنه جاءت تسمية مؤسسة نخيل عراقي. بالفعل يعني هذه المؤسسة تضم متحفا ومكتبة ومعرضا للوحات أبرز الفنانين التشكيليين العراقيين. لكن ما هي أهداف هذه المؤسسة؟ ما هي أبرز الأنشطة فيها؟ نتابع سويا. مبنى نخيل العراقي يحتوي على مجموعة من الانتيكات الثمينة والحقيقية، يعني في وقتها أصيلة وليست صناعة حديثة، من التلفزيونات والطابعات اليدوية والمكوات مكوات الفحم وأيضا مشغل الأسطوانات. هذه الأشياء جمعتها نخيل العراقي في بناية واحدة ليطلع عليها الجيل الجديد والجيل القادم والضيوف العرب والأجانب لنعرفهم بالتراث العراقي. مكتبة نخيل العراقي هي مكتبة مهداة من الناقد الكبير عبد الرضا علي، أهداها لمؤسسة نخيل العراقي. هي تضم مجموعة من الكتب النادرة والثمينة والطبعة الأولى، متاحة للقراء وللباحثين ولطلاب الماجستير والدكتوراه.
وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ضفاف. شكرا مشاهدينا على المتابعة، على أمل اللقاء في الغد على شاشتكم العربي 2. وشكرا لك رشيد. شكرا لك منى، ومواعيدنا ضمن برنامجكم ضفاف تحمل دائما في طياتها الكثير من الثقافة والفنون. تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير. إلى اللقاء.